احنا من ساعة توقف النشاط الرياضي من ساعة موقعة بورسعيد لغاية الآن واحنا بنعاني، مفيش دوري، مفيش فلوس، مفيش أي حاجة، ما عندناش أي وظيفة تانية ممكن يعني حد يشتغلها، يعني شغلنا كله هو لعب الكورة بس. كلام الناس واللعيبة كلها عايزين طبعا نشاط، ولازم الكرة ترجع ولازم الحياة ترجع لطبيعتها تاني. يعني مش دي آخر الدنيا، يعني ماشي احنا معاهم مع الناس برضك الشهداء اللي ماتوا ومتعاطفين معاهم جدا يعني، بس لازم برضك الحياة ترجع وترجع يعني ديت هي مهنتنا الوحيدة. ربنا كان بستورة معانا ان الواحد يعني ايه كان عنده حاجة بسيطة كده قدر الحمد لله يتغلب على المشكلة دي، بس طبعا ما ينفعش خالص، ما فيش حاجة اسمها ما فيش نشاط. اه الحمد لله وعندي ولد وبنت، فصعب قوي. انا يعني بنادي الجمهور ده يا جماعة سيبوا الناس في المحكمة، ده قاضي، اما هيجي يحكم على واحد عايز ينام مرتاح، اديله فرصة ان هو يتعامل مع الموقف واديله كل الحرية وبعد كده حاسبوه. ده قاضي هيحكم على واحد هيحكم بإعدام. حرام اللي بتعمل فينا ده في الدوري الدرجة الثالثة والدوري الدرجة الثانية. يعني الناس الدوري الدرجة الثانية في ناس مش لاقيه تاكل، يعني مصدر رزق اكل عيشها الكورة، يعني مش عارفين نعمل ايه. يعني احنا بنقول لأسر الشهداء يعني او الالتراس بتاع الاهلي او الالتراس الزمالك يعني كفاية كده، ويا ريت يعني احنا نداء بنقول يوصل المسؤولين في اتحاد الكوره والدكتور محمد رئيس الجمهوريه الدكتور محمد مرسي، يا ريت يعني ياخدوا حل في موضوع تاجيل الدوري ده او الغاء الدوري. يعني ما ينفعش، دي مصدر اكل عيشنا الكوره. الدرجه الثانيه كلها بتمر في فتره عصيبه، اللعيبه كلها يعني اللعيبه كلها واقفه، ما فيش شغل غير الكوره، وطبعا ده واقف حليهم، وبقالهم داخلين في 10 شهور او اكتر النشاط متوقف وكده، ومفيش اي فلوس، والانديه كلها ما حدش بيطلع فلوس الا لما يكون في مشاركه او في حاجه هتتلعب. فاللعيبه دي كلها بتشتكي وبتيجي التمرين ومواظبه، بس لسه ما حدش بياخد فلوس الا لما بيطلع قرار من اتحاد الكوره. احنا النشاط واقف ليه؟ بسبب النادي الاهلي والشهداء، حق الشهداء على راسنا. انا بتكلم من النادي الاهلي اللي احنا واقفين بسببه ما عادش يوم. احنا اللعيبه اللي في الدرجه الثانيه اللي هي اللي عايشه المعاناه من يوم حادثه بورسعيد لحد النهارده هي اللعيبه الدرجه الثانيه بس. الممتاز ما شاء الله ربنا يزيدهم، عندهم اللي هيبطل عنده اللي هيكفي ويكفي عياله وعيال عيال، انما احنا لعيبه الدرجه الثانيه اللعبه دي كلها سلفه العقود بتاعتها اللي هتاخدها السنه الجايه، يعني عشان كل واحد دلوقتي ياخد العقد بتاعه مش هيكفي السلف اللي واخده الناس. مفيش دعم مادي بنحصل عليه، لان طبعا اللي هيطلع لك دعم مفيش نشاط، فطبعا الدعم قل جدا جدا. كل اللي حصلنا عليه السنه دي من المهندس خالد حسين رئيس الشركه مشكورا، انه طلع لنا 300,000 جنيه، قال لنا دي ميزانيه السنه دي مطلوب منها ان احنا نصرف على الفريق الاول وعلى الناشئين بمراحله ومدارس الكوره، في نفس الوقت مطلوب ان احنا نلبي احتياجات الموظفين والعاملين في الشركه من انشطه اجتماعيه ورحلات وانشطه ترفيهيه. طبعا العمليه صعبه جدا، طبعا مبلغ 300,000 جنيه ده ما يجيش ربع ثمن لعيب في الدوري الممتاز. احنا ورانا التزامات للعيبه، فبدانا كنا بنحضر نفسنا على اساس ان هو الدوري خلاص هيتلعب 17 سبتمبر، وبدانا ننسق عقودنا وننسق حاجاتنا والنسبه للعيبه اللي هتاخدها، ففوجئنا بتغيير تعديل الجدول ل 17 اكتوبر، فده طبعا حصل عندنا احنا لخبطه واللعيبه بدات تزمزق، وبعدين احنا كاداره ما احناش عارفين نطلع المستحقات، وافرض اتلغى الدوري والوضع الامني في البلد طبعا لسه مش مستقر. كل اللي احنا بنشتغل بيه غالبيته دلوقتي ممكن يكون دعم ذاتي مننا نفسنا، يعني ممكن نحتاج شويه صيانات في الملعب، بنضطر ان احنا ممكن نداويها بيننا ومن بعضينا، نلم مساعدات من زمايلنا من كذا، الناس محبي الكوره كله بيساعد بعضه عشان المجال ده يمشي، لان بصراحه لو ما وقفناش في الفتره دي مع النادي بصراحه النادي هيقع. وطبعا احنا تعبنا في النادي ده لحد ما عملناه الحمد لله، مش احنا، انا واحد صغير من ضمن ناس كتيره عملت النادي واخدلك، فبنتمنى ان النادي يقف على رجليه ويكمل مسيرته، لان المسيره بصراحه يعني مش عايز اقول لك، يعني دلوقتي محتاجين عوده نشاط باي طريقه ممكنه.